اخيرا وصلنا عسلمة ديالنا. وبالك زعما خدمنا كلاكسون علينا زعما قل له حيد الكرسي بارك ما تبرزتنا. قل انا يلا وصلت لتطوان الطريق كامله وانا كنسوق. قل له عيط شوف شوفها يلا سوق. هاي 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 بنتي بحال خايفه بحال في الشتاء. اذا ديالي تنهاود تسلم عليا واي يا يا شوفوا تبارك الله شوف الوراق دياله ديال الداليا كم ينطحوا جوا في الارض. الله وحشنا صراحه الدار ديالنا. صاف صاف محمد علي فور باش طلع كتسوق شي فور في حبك باقي صغير كتسوق يلا سوق سوق جعل منحس توحش توحشناش قولي دابا اللي غيهزوا فيكم يعملوا شي حاجه على راسكم. لا 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 سلامة سلامة كيف انتم البنات لاباس عليكم بخير صح لاباس هانيين توحشتونا ما توحشتوناش توحشناكم توحشنا المشاهدين توحشنا كل شيء صح كيف تقولوا شو هاد السيمانة مع عمتكم فاطمة عمتكم فاطمة وهذه كانت معانا مع وليداتها معانا الحمد لله زيانة تما جيتو عاوتاني قريب عند المدرسة كنت كطلعوا على رجلاكم ياك هذا بزاف على طرق عند هذيك العقبة كبيرة تما انا صراحة ولات صح ربيتي الموليات في ديك العقبة خاب تخدموا مزيان عاوتاني تفورما دابا انا جيتكم زد جيتكم زعما زد زد والله على ماشي مزيان ما بس مزيان لا بس هذا الخرصة مزيان داكشي اش كنبان لكم انا سبحان الله عفا هاد ربي شحال دوزتو 5 ايام لا كثر لا بسيبه لو غدا كملوا سبعه غدا نكملوا سبع ايام ياك وحنا مشينا لاربع لاربع غدا وصل ثاني ماما احنا يلا عملنا لا خاطر في الطرف ما جيناش الشتا كاينه باقي ما هضرناش معاهم السلام عليكم المشاهدين كيف انتم بخير هانيين الصحه لاباس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الاحوال تحياتنا لكم كاملين مهم توحشناكم بارك ما بارطاجينا شي معكم حتى شي حاجه لان في الحقيقه ما كنا مصورين حتى شي حاجه لان نتوما عارفين بعض المرات كنبغيو نرتاحوا حتى التصوير والمونتاج وديك الشيء داك داشي حنا وصلنا بخير وعلى خير الحمد لله دابا للدار ديالنا والله الا الحمد لله والله الا فرحانين الشتا خدامه تصوروا ملي وصلنا لهنايا يعني كاين واحد شويه خفيفه ملي شفت ديك اللقطه اللي شفتو في الطريق احنا يبا فاش تطوان حتى للسوق بني احمد واحد الشتا غزيره ما شاء الله الما كيدي الما ما نقولوا حنايا الخير ولكن اللي فوتنا السوق قربنا للدوار ديالنا اللي هنايا دابا شي حاجه خفيفه ولكن دابا دابا حاليا برا اخرج انا كنجري عطيت القطاط ياكلوا لان سلات لهم الماكله البارح مساكين هالنهار عمروا لواحد البواطه الطون السكوت اصاحبي خلينا نهضروا مع المشاهدين وعيقتي هي هذه جبتهم واحد الخيشه ديالهم فيها 15 كيلو ديال الكروكيط وعطيتهم كياكلوا مساكين مع كيتوحشوا الكروكيط تالهم البارح وطاحوا فيها جايتين انا ما عطاش كياكلوا كياكلوا مساكين وشتا شتا تبارك الله تصور وجيت كنجري عاد دابا لهنا تفزيك تحيت عليا هذا انا غلقت عليا البلطان محمد علي والله العظيم المهم على سلامتنا وعلى سلامتكم وعلى سلامتكم انتم الله يسلمك انا ملي كنت في الطريق اتصلت بصفاء بنت اختي فاطمه قلت لها قل مريم ومروه يخرجوا يتلاقاونا للدار ونجبروهم في الدار لان احنا عاوتاني راسنا غنوصلوا بالليل وما يمكنش ان احنا نطلعوا في ديك العقبه نعيطوا لما يطلعوا في الليل وانتم عارفين باش كيخافوا وهذا قلت لهم تفضلوا زعما يطلعوا مع الخمسه د العشيه باش نجبرهم في الدار وداك الشيء اللي كان وجبنا لكم واحد السروال الواحد نتمنى يعجبكم صافي يجي قدكم السروال اللي مزيونين بعمرو هي تطلع مدينه وجبنا واحد ايوا شتي يلا عندنا قوانين هي في الحقيقه ماما كان هذه الفكره ديالي انا انا زعما انا هو اللي انا هو اللي جبت لكم ماما ما كانتش بغات قالت لي بلاش قلت لها لا بناتي داروا احسن ندير لهم شي حاجه ماما فين هما جيبهم لهم عندك في الساكن مخشي
المهم تينا انا اخترت لك في الكحل مروه في الزرق طرب زلزال تمزيوني من تحت جو واسع نشوفوا معنا المشاهدين انتوما كانوا كيخطروا معنا ملي كنا كنصوروا معاهم هذا الفيديو المهم نتمنى نتوما لا لا اجي قدم انا عارف لا هذيك طيب لا لا دابا المشكله المشاهدين مروه ضعيفه يعني عندنا مشكل في اللباس زياده يعني من هنا واحد العام اللي ماجي اكل اللباس زياده موجود طوب مريم مريم في ماشي الحانوت اللي دخلنا لها كيجي اللباس ديالها قدام موجود والستيلات ديالها موجودين مروه لا انا خدي وتروف كنسيرو في المحلات ما كنجبروش قدي كنجبروك برا مني ونسولو مني كيشوف فيك يعني مروه كنواجهو معاها واحد المشكل ملي كنمشيو نشريو لها اللباس وشحال كنقلبو من المحل المحل ما نجري جري باش كنجبرو لها شي بياسه تقدر يعني هي دابا جات في الوسط ما جات كبيره ما جات صغيره باش تجبر لها ديك اللي كيكونوا البنات قد هيتا يعني كيكون شويه حقا يا بنتي دابا انا خليتها سبحان الله تشوفوا تصوروا عاد الاسبوع جاتني بنتي كبرت شوف تبارك الله قداش رجعت بنتي تبارك الله كضروني حتى لهنا والشعر الشعر تبارك الله بدا كيكبر صراحه والله هيك شوف محمد عليها شوفوا شوفوا على صندوقه جبنا لهم فيها الصرا ولا باش تعرفوا جبنا لهم داكشي انير شوفوا انا زيد لها زيد لها باش نبان لان قربنا بزاف على الكاميرا انتم بلاتي نحط الصندوق هنا وتجي لهنا بناتي انا بغيت نطيب الحوايج ديالو تهز محمد علي سير يلا بلاتي تنور المشاهدين شكل الصور والبعده هو احنا ما اصلا كنا صورنا معاهم شافوا ما لقيتينا ندوخه ولا دخلك كم صار ديالكم من قلت دخلتينا البيت بلاتي انت دخلتينا البيت وغتبقى يا ماما لا ما عمركم ما جبتوا نصراوي العام وحيد اوبا شنو هذا؟ شنو هذا؟ يلا لنا صحتكم صحة وراحة تستاهلوا كل خير يلا صافي شو على خبركم هذا لالا ايفون 14 يلا صافي الله طاشا لالا شكرا صافي انا عطيت فرصه لك محمد علي طاش شكرا بزاف دابا قول لي من ايفونات كيف قلتوا لي انتوما انا في الاول كنت ايفون 11 ولكن بقى لي 11 فيه الديفو وريهم المشاهدين قربوا من الكاميرا شوف انا محمد علي دابا جات احسن لوينات فيهم جبت من لكم بحال بحال وريهم سير وريهم لهم قربوا من الكاميرا تشوفوهم عندكم تيفلت لكم الله يحفظ شوفوا شوفوا باش تكونوا عارفين واحد القضيه مريم ومروه ما كانوش يعانوا التليفونات علاش اول مره لان لا كنت شريت لهم صراحه التليفونات شحال هذه ولكن كنت هرست لهم كتبني خلينا محمد علي باش بغيت تبقى ديالو شي الايامات شي الايامات كان هرست لا انت عادي ما كنكونش حنا بالمشاهدين خاوه مخبى حسنا باش ايامات تبقى تجول حنا ماضي وما عادش ليا انا خصني نشارك الفرحه ديالي مع المشاهدين شوفوا حتى الفقعه زوله معاكم كيكون واحد الاحساس واعر ملي كتحس ديك الاحساس شوفوا ما عرفت شي واقيلا دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين كنت شريت لهم واحد جوج تليفونات وما عرفتش واش واقيلا ما عرفتش واش سامسونج ولا ريدمي المهم التليفونات شريت شريتهم لهم مع قال شي بطون شحال ريدمي نوت 10 واقيلا وكيضربوا عندهم شي ايام قالوا غيشريو منها ما خرجوا فيهم شي حاجه هذه مع الثمانيه ديالنا وكيقراو هما صراحه مزيان ورانا كانوا عصبوني واحد المره جيت جبرتهم عندهم التمارين وكانوا كيتفرجوا فيهم شبرتهم وضربتهم الارض هرسوا حلفتلهم انا من ديك الساعه ما نشري لهم تليفونات دابا بزز مني حكمت عليا عرفتوا علاش لان بعض انتم عارفين على حساب هذا الاضراب وهذه اساتذه ديالهم كنحييهم كيبغيهمش يضيعوهم كيقول لهم مثلا الساعه اللي ما كتقراوش فيها او النهار اللي ما قريتوش راه عندهم جروب بيناتهم تلاميذ كاملين البنات كيصيفطوا لهم اساتذه ديالهم ديك الدروس في الجروبات بيناتهم وهما كيقراو كيخرجوهم دابا شنو الضروري خصنا التليفونات ولا فتحنا جروبات في التليفون ديالكم حنا التليفونات ديالنا خدامين بيهم يعني انتم عارفين ما نقدروش دائما التليفون يكون عندهم يخدموا به
في هدف كاس انا نجيب لهم تليفونات بزيز مني. انا كنت اقترحت على با مثلا بلا ما يخسر فلوسه يجيب لنا مثلا غير شي تليفون 2000 درهم غير باش نقضيو به في الكونتاكت. معاك كتعرفوا با ماما عندهم شغل في التليفونات كيستخدموهم بزاف. هو علاش حنا عندنا بزاف ديك الشيء كنخلي غير تليفون صغير ولكن با فرحنا بهذا. يا راحكم عبر راحكم شويه. لا اذا قلنا با انتي لا تدينا شركات وعرفتي بي قلت لكم عندكم في التليفون قالوا على بشرية صوروا صوروا عيطونا وقتلوا ما غنشري وقتلوا ما غنشري لكم شي قتلوا ما حتاش انا شريت الحوايج في الصباح وقلت لكم تحيدوا الحوايج رجعوا لهم لا غدا وتحيدوهم نهبطوهم باش ما طاحش عليهم الشتا وانتم نسيتوهم. والله ما نشري لكم رانا حنا التليفونات كنا شارينهم معنا وبقاو كيبكيو بقى كيهضروا معنا ابل فيديو واتساب بقاو كيبكيو. قلت له عقول لهم قالت لا خليهم طاح نقول لهم تمشي دابا بقاو صافي. شوفوا شوف هذا الخيط راه نحيد هذاك تحيد انت لا تشكر الخيط ديالك الخيط ديالك انت هذا الصرج ديالك الصرج ديالك هذا الصرج ديالك اهلا محمد دابا انا غادي نهزك دابا دابا قلت لك انا غادي انستغرام وي يا انت كذا قطار صاحبي او جيتي مد راك غير ما نستنى هذا الدفتر ما وقفتش وقلت زعما شد الشراج هذا الجلاب حيت شد الشراج باش ما تدخلش اشتري الدار وشد برطني تم اش عندك كاميرا لا تقلع بعد الجلاب باش ما نفزكش الناس حيد حيد تبارك الله الخير الشتاء والله الا مطلع يا بنتي انا حيدت لك واحده انا نحيد لك الثانيه سهله هذه كتكون واحده من داخل واحده من برا انت شفت الدراري لحدي قوي عقوني قال محمد دابا صافي قعد برزتني في ديك الواتساب وانستغرام قالت لي على المشاكل قصر قالت لي على المشاكل معايا سمعت هاد الشيء قلت لك دوريجين هذوك واش هي دوريجين ديالو بحال ديالي جبت واحد بوشي طمر وعملتيها له ما عجبنيش ايفون انير يعني غتغلى اللون ديالو شنو عاد كيبان فيه عملوا فيها الكاميرا انا جبت كون بوشي طا ديالو دوري جي بايطا صافي شنو بقى اللون ديالو كيبان هذا ما جبتلوش جا كيصور هذا ما عندوش مع التليفون عنده مع الحديد هذا ما عندي تليفونات ما عنديش معايا دابا انتما شفتو كيف خليتو بعدا دابا انتما عندكم الايفون 14 هذا الحمد لله احنا عندنا الايفون 14 ماما 14 وبعد الايفون 12 ايوا انتما شمتي فيا دابا والله عيني دابا باقي الايفون الفرقه اللي بيناتهم دابا ايفون 14 مع ايفون 12 هو الديزاين وكلشي بحال بحال الفرق الواحد اللي كاين هو الكاميرات هذه الكاميرات ديالو جاو صغارين شويه هادو الكاميرات جاو كبارين هذا ايفون 14 بلس هذا ايفون 12 برو ماكس الفرق اللي كاين هو الكبارين كيجي فيهم ثلاثه الكاميرات الصغارين كيجي فيهم جوج وبصحه بصحه الشاب دابا ما فيهم يا طابيتي والله القضيه دابا هما ملي كانوا كيقولوا له التليفون كيقولوا عن يعني نعملوا في الجروبس باش يخرجوا داك الشيء ديالنا وهذه ماشي بينا حنا التليفون اننا باش نديوها للمدرسه ولا نبانوا عندنا التليفونات هما دابا كيعرفوا ماشي ما كيعرفوش كيمشيو للمدرسه كيخليو التليفون في الدار التليفون اما التليفون التليفون في المدرسه ما عندي شي انا مع باش تكونوا عارفين اللي كاين التليفون في المدرسه ابدا واش يخرجوا ما يفوتش الباب الدار كما قلت التليفون اما باش دي العائله التليفون المدرسه هذيك ما كايناش عندي انا خليتوش في مارتي الواقيله الخير حتى لي هذا لا كامل الخبيض دشت تبارك الله ما كيدير الماء في الدين اخري كليتيهم انتم ياك وي جبنا شويه ديال انا بقى ما مسوعه شي صراحه حيتاش الدوخه والله الدوخه ديال الطريق جاتني مشكله شويه ديال البلاح ديال الجبل ها العب باميلو نعد لكم غير شويه هذه اللي بغيتو تاكلوها كده جيب نعود هذه بوديو بولو هادي يا تلقى بوش نعد لكم بها ان شاء الله واحد سلطه على تلك وين تخمت شويه جدا بعدين تشري ثاني ديالي هذا سيدي الكابو ماشي انا شريته هذه واحد متسبيعه ديالي شنو غنلبس الزباله والله العظيم ما شفتها هذه اول يلاه دابا فتحت الصاك قلت لي سير البس عليه واحد البيجامه شوفها واش قد واه
سخونه الى ست طاي ديالي زعما جاتنا واو كاد عرف صراحه الكوزينه كانت عندي نقيه والدنيا نقدر وانتم لي الدنيا نشكركم بزاف مقلوبه علاش جيتو خاين الا جيتو كامل هيك صاحبي باص المهم الحياه ديالها من بعد ما تعشيت الصراحه جلست واحد شويه ما عطاتش لي النوط بساليش عاد جيت طازيت اخر مع هاد الجو سخ سخنا تسالى معانا والله الا مسالي ابدي قدكي المهم دابا شنو غادي نعسلت شويه هاد الفوينه اللي دير ليها الفرمه حاجه حاجه رجع الوضع تعرف راسي شنو كان عاد اش بصبح لي شي كوزينه وكنيو بالصراحه كيقول لي واحد راه قاعد حتى الصباح دابا راه خصو شي دابا تعرف نجربو ضروري نشوف شحال من ورقه كيكون فيهم خمسة يعني 10 10 ديال الورقات اللي كاينين ان شاء الله يا ربي تشوف واش غنعدل لكم شي سوشي يكون هو هذاك ولا لا علاقه بابا راه ملي يكون فيه الفانه ديك الشيء كاين هاد لاصوص هادي عاوتاني المهم ديال الفرماج الاحمر كنجي لكم حاجه المقطع هذا وابطال لكن انت حاجه كجبرتو السوا هذاك الباك جاونا زعما عملنا الكيكتشاف في الطريق جابنا المالح بعدا بحال اللي كلينا في الطريق وقلنا زعما الا جاكم الجو هو نزلنا فواحد القهوه الجاكيطه ديال محمد علي كنا نقولوا نسيناها في القهوه حنا ملي مشينا تما قلنا الجاكيطه ديال محمد علي كاينه يا صافي جبناها له قدام شي حاجه كتكون باقا مكتحه والله قال انتم تحركتوا خرجوا مراكش برناكم مشيتوا يشوف واحد الجوج فايلو كل واحد فيعمل الطاجين ديالو جي عندنا كنشوف عباد الله واخا انا تزرت غتشوف واحد الطاجين ديال الكفته واحد الطاجين ديال السبان ديال الدجاج ويكملها بالثومه يا راس الحبيب ويا كثر الثومه بزاف الراجل على الشيطان الثومه غاليه ها عباد الله لا كل شيء عمل لها شيء شوفوا عيب الله طالبوا ديك بالصح من انتم اللي كامله ديك الطويجه بسم الله قال بس الاخوها غدا نجيب شي كيلو من السوق انا والله ما هو سبنا سبنا نبهت ولا قلت له انتم والله ما تشري والله انا كنت نسيتها في البول والله بلاتي يا ماريا اي دعوا نبهني والله انا كنت نسيها انتم كنموت عليها انا طبعا من الكفته والبيض ما جبرتش البيض ما باقيش البيض تاعكم درت سرطنا كل شيء لوحدي وصحتكم توالا وتوما الفريغو الفريغو لا ينسيكم طيبوا منه واحد الطنجره هذاك ما طايبتو كيفاش يا ربي السلام خليك كذا البيض يا ربي السلام اجيب لك شي 20 درهم ناعم فين خليك كذا البيض في الدار يا ربي السلام ربي السلام خلينا لهم هنا ثلاثة الكراطون بالبيض ونص ثلاثة الكراطون بالبيض ونص ضربوها ثقوا به ثقوا به راه زدت شي فيه بالله لو تقسموها ليلة ضربكم الواد كما كنت مرض بالروح ومدير ديك تلقيتها مع ثلاثة شي الحق انا مرض البرتقالي خدامه كتشوف هذه ماشي مشكل الدواء لبني هذا السعال والحمى وحاله الزكام المهم انا بالراس صراحه كنت نسيت وما طلعت نمشي ما طلعت نمشي واخا عيد ما تجيب له في الدواء دابا هذاك انت داك عندك هذا قوي البرد دبني عيد ما نستعمله في الدواء تما وانا جا اجبر عليه كنقول قوي البرد كيجبر مزيانين